مساء الخير. النهاردة هعمل معاكم وصفة حلوة جدا لإزالة خلايا الجلد الميتة، إزالة البقع، التصبغات، البقع الداكنة اللي في الجسم. بجد الوصفة حلوة، كلها مكوناتها كلها طبيعية وموجودة في البيت. ما تنسوش قبل ما ابتدي اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي انا بقدمها. يلا نبتدي الفيديو ونشوف الوصف المكونات بتاعتنا ايه. معانا معلقة من الطحين او الدقيق، الدقيق الابيض العادي بتاعنا ده اللي بنستخدمه في المخبوزات. الدقيق طبعا من الحاجات الحلوة جدا اللي بتدي نضارة للبشرة وبتفتح البشرة. معانا كمان كل المكونات اللي معانا النهاردة مكونات طبيعية، مفعولها رهيب جدا في الوصفة دي. معانا كمان معلقة من النشا. النشا طبعا عارفين ان هو مفعوله عالي جدا في جميع الوصفات اللي انا بستخدمها، بيجيب نتيجة هايلة. معانا كمان نص معلقة من الكركم، حطينا ربع وهنحط كمان ربع معلقة. هنبتدي ان احنا نخلط المكونات مع بعضها. طبعا الكركم من المواد الفعالة، بنستخدمها في اكتر وصفاتنا، بيزيل التصبغات والبقع الداكنة. هنبتدي ان احنا نقلب معلقة الدقيق مع معلقة النشا مع معلقة الكركم. هنبتدي نحط، لو عندك معلقة من الزبادي هتحطي، انا بصراحة ما كانش عندي فهحط كم معلقة من مية الورد. حطينا كده مية الورد لغاية، وابتديت ان انا اقلب في الخليط لحد ما بقى الخليط معايا بالشكل ده. طبعا عايزين نجيب الكركم اللي ما يكونش متضاف عليه اي مواد عشان ما يطبعش في لون البشرة وفي وشنا ويعمل علامات. بعد ما قلبته كويس قوي بقى سائل كده، هنشوف المكون الحلو معايا جدا للبشرة اللي هو الجيلاتين. هنحط معلقتين من الجيلاتين، الجيلاتين نباتي او حيواني مش هتفرق، كلهم هيبقوا فعالين في الوصفة دي. هنبتدي ان احنا نخلط. طبعا زي ما انتوا عارفين ان الوصفة هتتكتل معايا عشان الجيلاتين اللي انا حطيته هتبقى عاملة زي الحجر كده. فدلوقتي عشان نشوف احنا هنفك الوصفة دي ازاي، لازم نضيف عليها مية سخنة، شوية من المية السخنة. هنحط كده معلقتين او تلاتة من المية السخنة عشان نفك الوصفة بتاعتنا ونفك الجيلاتين اللي في الوصفة. الوصفة تحفة يا بنات، ياريت تجربوها بجد، هتزيل خلايا الجلد الميتة. طبعا كتير مننا بيبقى فيه بعد ازالة الشعر بيبقى فيه شعر وبري مش بنقدر نوصله عشان نشيله. الوصفة دي هتشيل معانا الشعر الوبري، هتشيل خلايا الجلد الميتة، التصبغات، البقع، الحبوب، بجد مش هيبقى ليها اثر تماما. هبتدي ان انا بعد ما حطيت المية المغلية او السخنة هبتدي ان انا افك الوصفة دي. معايا هجيب المعلقة بتاع معلقة خشب كده وهبتدي ان انا افك الوصفة دي. ما تقلقوش هي هتفك معانا، هي طبعا تكتلت بسبب الجيلاتين. اهم حاجة في الوصفة دي ان احنا هنقلب الوصفة كويس قوي لحد ما الخليط بتاعنا ده يدوب تماما ويبقى عامل، يبقى سائل كده. هبتدي ان انا اجيب حلة بتتحط معايا على النار، او اي طاسة عندك، اي كنكة، وهبتدي ان انا احط فيها الوصفة دي. لازم اقلبها كويس اوي، اهي بقت سايلة معايا، وصلت للقوام اللي انا محتاجاه.
هجيب حلة زي ما قلت لكم وهفضي فيها الخليط ده، وهرفع الخليط بتاعنا او الوصفة بتاعتنا على النار، على نار هادية، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا نروح مع بعض ونشوف هنوصل عايزين ايه القوام اللي احنا عايزين نوصله. رفعتها على نار هادية، هبتدي ان انا اقلب فيها. اهم حاجة طبعا ان انا افضل اقلب، لان طبعا ما ننساش ان هي جواها نشا، الوصفة بتاعتنا فيها نشا فهتتقل معايا. هنشوف القوام اللي احنا محتاجينه. هي الوصفة خلاص ابتدت انها تغلي كده وتتقل معايا، هوريكم القوام اللي انتي اول ما القوام ده توصلي له تطفي عليها النار على طول. خلاص هي ابتدت تتقل. الوصفة دي بجد رهيبة، بجد جربوها مش هتندموا والله. طبعا كلنا عارفين الفوائد اللي في الدقيق والنشا والكركم ومية الورد. مية الورد طبعا بتقلل من المسام. بعد ما تقل معايا كده الوصفة بتاعتنا تقلت معايا، هبتدي ان انا افضيها في اي بول عندك او اي علبة كريم. طبعا هي ما ينفعش تتحفظ في التلاجة لان هي اصلا فيها جيلاتين فهتتقل بسرعة. فانا دلوقتي هبتدي ان انا بعد ما تهدى شوية، مش هسيبها تبرد كتير، اهم حاجة جسمي يستحملها، هبتدي ان انا ادهن بيها بشرتي. طبعا في بشرة حساسة بتتحسس من بعض الوصفات، لو بشرتك حساسة لازم تجربيها على جزء بسيط عشان نعرف اذا كان بشرتنا هتستحمل الوصفة ولا لا. انا دهنت بشرتي كده، هبتدي ان انا اسيبها لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع او ربع ساعة، زي يعني حسب ما الوصفة تنشف معاكي. بعد كده هبتدي ان انا اشيل القناع ده. بجد يا بنات الوصفة تحفة لإزالة التصبغات وإزالة بقع الدكنة وإزالة الخلايا الجلد الميتة، الشعر الوبري، بجد هتجيب نتيجة هايلة معاكي. بتمنى يا رب كده الفيديو يكون عجبكم واكون بقدر افيدكم بالوصفات بتاعتي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان اوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. Thank you.